طيب الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة اليوم من كشك الصحافة، والتي نبدأها كالعادة بأبرز العناوين. موقع أخباري يتحدث عن من أين جاء النائمون على أرصفة مأرب. صحيفة عربية تعلق: الصحافة في اليمن تهمة كافية للاختطاف والسجن والموت. وفي جولتنا الرياضية: الشغب يفسد احتفالات فرنسا بلقب المونديال. أهلا بكم. مع حلول الظلام يتحول رصيف أبرز شوارع مدينة مأرب ليلا إلى ما يشبه فندقا شعبيا لوكندا، يفترشه عشرات المهاجرين الأثيوبيين الذين يتسابق كل منهم لحجز مكانه. ولكن من أين جاء هؤلاء وفقا لعنوان موقع الصحوانت؟ المهاجرون الأثيوبيون في اليمن، مشقة الرحلة وحلم العمل والعودة. وقال الموقع أنه في الفترة الأخيرة هناك زيادة في تدفق المهاجرين الأفارقة إلى المدينة، وهم يلجؤون للهجرة بحثا عن العمل وهربا من اضطهاد الحكومات المتعاقبة. ولكن كيف يصلون إلى مأرب؟ وفقا للموقع فإن الرحلة تبدأ من الحدود الأثيوبية عبر الحدود مع جيبوتي، ومن ثم يتم تهريبهم عبر البحر إلى السواحل اليمنية. وبعد وصولهم إلى السواحل اليمنية يقطعون مئات الكيلومترات مشيا على الأقدام ليصلوا إلى المدن اليمنية. في تصريح للصحوانت قال مدير البحث الجنائي بمأرب العميد حسين الحليسي أن الأجهزة الأمنية بمأرب تواجه مشكلة كبيرة في مواجهة تزايد أعداد المهاجرين الأفارقة، معربا عن أمله في حل تلك المشكلة مع السلطات في المحافظات التي يمرون عبرها ابتداء من عدن. صحيفة أخبار اليوم التي عادت للصدور بعد إحراق مطابعها تحاول الصمود أمام التحديات الكبيرة بحسب وصف رئيس تحريرها، إذ أنها في بلد تعني فيها المطبعة كل شيء للصحيفة. ومن عناوين الصحيفة: معارك عنيفة بالمدفون شرق صنعاء وفي ذي ناعم بالبيضاء وقتلى من الحوثيين. وعنوان آخر أيضا: الحكومة تستغرب من صمت مجلس الأمن تجاه جريمة الحوثيين بحق المدنيين في الجوف. والسفير الأمريكي يقول: تدخلات إيران باليمن تشكل خطرا على الأمن الإقليمي والدولي. كما أيضا تورد الصحيفة عبارة قالها رئيس حكومة الميليشيات الحوثية في صنعاء، والذي علق: لست صاحب قرار وإيران دولة بخيلة. وعنوان حول رجال الأمن في أبين: عدد من منتسبي أمن أبين يقطعون الطريق احتجاجا على خصميات طالت رواتبهم. اليمن واحدية الأرض والإنسان، تحت هذا العنوان كتب موسى قاسم مقاله المنشور في موقع رأي اليمن، وقال في أجزاء من المقال: إذا أطلقت رصاص مسدسك على الماضي أطلق المستقبل نيران مدافعه عليك. هكذا قال الشاعر الداغستاني رسول حمزة توف في إشارة إلى أهمية الرجوع إلى الماضي وقراءته بغرض الفائدة والاعتبار، ومن ثم الانطلاق صوب آفاق المستقبل الرحيب. من المؤسف القول أن الجيل اليمني الراهن لم يعد يطلع على تاريخه الضارب في القدم والباذخ في العز والقيم، سواء كان ذلك إهمالا منه دون قصد أو تجاهلا بقصد ودراية، بهدف البحث عن مصالح شخصية آنية أو مشاريع فئوية ضيقة، خصوصا أولئك الطارئين على الحكم والسياسة. أصبح لزاما على هذا الجيل التائه المغيب تاريخيا والمشوه هوية والفاقد لدولته المركزية القوية أن يعود لقراءة تاريخه ويستخلص منه العظات والعبر والدروس، حتى يخرج من لجج حاضره البائس ويستبين بها مستقبله المنظور ويرتسمه بقلم إرث الماضي العتيق العابق وحضارته التي نقشت على صفحات المجد والخلود. منذ بزوغ فجر الحضارة كانت اليمن المركز الحيوي العامر في المنطقة العربية كلها، وسكانها هم الأمة الأولى من قدماء العرب العاربة الساميين. ومنذ 1009 قبل الميلاد بدأ تاريخ اليمن الحضاري التليد. يقول البروفيسور الألماني آدمون بوخنر عام 1986
أن اليمن شهدت أقدم الحضارات على مر التاريخ، وكنا نظن أن أقدم الحضارات كانت في مصر وبلاد الرافدين، لكن اتضح لنا الآن أن اليمن هي أقدم مركز حضاري في العالم. بدأت الحضارات في اليمن منذ عاد الأولى التي اتخذت من المناطق الشرقية من اليمن اليوم موطنا لها. إلى موقع المصدر أونلاين والذي يتابع الهجمات التي يتعرض لها أهالي مديرية عتمة من قبل ميليشيات الحوثي وعنوان الموقع: الحوثيون ينقلون 41 مختطفا من سجن مديرية عتمة إلى أماكن مجهولة. وقال الموقع أن ميليشيا الحوثي نقلت 41 مختطفا من أبناء مديرية عتمة من سجن المديرية إلى أماكن مجهولة في مدينة ذمار. وقال ذوو المختطفين إنهم فوجئوا باختطاف أقاربهم المختطفين من سجن مركز المديرية الذي وضعوا فيه قبل 4 أيام، وحينما سألوا عنهم تبين لهم بأنه جرى نقلهم إلى مدينة ذمار. وقالوا إن المختطفين ليس لهم أي تهمة تستدعي اختطافهم أو سجنهم، مطالبين بسرعة إطلاق سراحهم بأسرع وقت، وحمل الحوثيين المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير ذويهم. ذهبوا لتشجيع لاعبي مونديال روسيا، وحين اكتملت اللعبة وعادت دول العالم الأول متوجة بالانتصارات والهدايا، فكر مشجع العالم الثالث بصورة مختلفة وأرادوا الهروب نحو أوروبا وتجاوز الحدود الروسية. ووفقا للموقع بوست، بينهم يمنيون، الشرطة الروسية تلقي القبض على مشجعين بعد محاولتهم التسلل إلى أوروبا لطلب اللجوء. وقال الموقع إن الشرطة الروسية ألقت القبض على مشجعين في كأس العالم أثناء محاولتهم التسلل إلى أوروبا لطلب اللجوء، بينهم يمنيون. وبحسب تقرير نشره موقع كريم روسيا وترجمه الموقع بوست، سيتم ترحيل المشجعين الأجانب الذين كانوا يعتزمون عبور الحدود الروسية بشكل غير قانوني مع الدول الأوروبية إلى وطنهم. النائب الأول لرئيس وزارة الداخلية الإسكندر غوريفوفي قال: حاول المشجعون من كينيا والمغرب ودول أفريقية أخرى الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، كانوا يعتزمون عبر الحدود. وقالت الشرطة الروسية إن مشجعين في كأس العالم من كل من المغرب والجزائر واليمن وكينيا ودول أفريقية حضروا للتشجيع، وعقب انتهاء المونديال كانوا يعتزمون عبر الحدود إلى دول الاتحاد الأوروبي لطلب اللجوء، وبعضهم تمكن بالفعل من الوصول إلى فنلندا وتقدم بطلب اللجوء. بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العربية والعالمية بالإضافة إلى بعض الأخبار المتنوعة، ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا، والبداية من صحيفة الخليج والتي تتحدث عن لقاء رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر بالسفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر في العاصمة السعودية الرياض. وقال بن دغر في اللقاء إن الميليشيات الحوثية سيطرت في العام 2017 على 840 مليار ريال ولم تصرف منها سوى 140 مليار، بينما ذهبت 700 مليار ريال لمصلحة المجهود الحربي. واستعرض اللقاء الرؤية التي قدمها المبعوث الأممي بشأن الحديدة وعملية السلام فيها، وشدد بن دغر على ضرورة إبداء الميليشيات الحوثية حسن النية قبل بدء أي مشاورات قادمة من خلال إطلاق سراح كل الأسرى والمعتقلين في السجون وبإشراف من قبل الأمم المتحدة وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية لكل مناطق الجمهورية. تعنون العرب الجديد عن واقع الصحافة اليمنية وتقول إن الصحافة في اليمن تهمة كافية للاختطاف والسجن والموت. فعندما قرر الصحفي سامي نعمان البقاء في بلدته الريفية شرقية مدينة تعز بعيدا عن بيئة محفوفة بالمخاطر في صنعاء وبقية المدن الخاضعة للحوثيين، كانت عرباتهم المسلحة قد وصلت قريته وفرض مسلحوها طوقا حول منزله. قال نعمان للعرب الجديد: لم يتهموني بشيء، لكن أن تكون صحفيا فتلك تهمة كافية بالنسبة لهم لاعتقالك إذا لم تكن محسوبا عليهم بشكل صريح.
خلال دقائق فرضت ميليشيا الحوثي حصارا على منزل نعمان وطلبت منه الخروج من المنزل، واقتادته إلى مدينة الصالح التي حولوها إلى سجن كبير للمختطفين والمخفين قصرا. يقول نعمان الذي عمل أيضا مسؤولا إعلاميا في السفارة الكويتية بصنعاء قبل إغلاقها في سبتمبر عام 2014: كنت معصوب العينين، وتضمنت أسئلة التحقيق عن المحطات التلفزيونية التي أتعامل معها وعلاقاتي برئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر والناشطة توكل كرمان، واتهمت أيضا وبدرجة أساسية بالعمل لمصلحة دولة الكويت، ووجهوا لي تهمة التخابر مع دولة أجنبية. وفي إحدى ساعات التحقيق قاموا بمطالعة حسابي على فيسبوك، ويضيف نعمان: لم تعجبهم بعض منشوراتي التي كنت أتناول فيها أزمات الناس المعيشية، رغم أننا أصبحنا نتجنب انتقادهم في كثير من القضايا خوفا من الانتقام. ويشير نعمان إلى أن الحوثيين احتجزوه 6 أيام وأطلقوا سراحه بعد تدخل شخصيات محسوبة على الحوثيين، وبعد غرامة أو بعد إرغامه على توقيع تعهد خطي بأن يكون مواطنا صالحا. ما يقوله نجاح فرنسا وبلجيكا في كأس العالم عن الهجرة الأوروبية. تحت هذا العنوان كتب أفشين مولافي مقاله المنشور في الواشنطن بوست: عندما اجتذب الفريق الوطني الفرنسي لكرة القدم أنظار العالم قبل عقدين بفوزه على المنتخب البرازيلي القوي بنتيجة 3-0 في المباراة النهائية لكأس العالم، لم يكن كيليان مبابي قد ولد بعد. وقد حقق المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 19 عاماً في إحدى مباريات المونديال الأخير إنجازاً لم يحققه قبله سوى لاعب واحد. ومن كان اللاعب الآخر الذي حقق ذلك الإنجاز؟ الأسطورة البرازيلية بيليه في العام 1958 عندما ظهر بقوة للمرة الأولى على المسرح العالمي. وليست هذه رفقة سيئة بالنسبة لابن أب كاميروني وأم جزائرية، والذي نشأ في ضواحي باريس معجبا بمثله الأعلى البرتغالي كريستيانو رونالدو. في حين أن مبابي موهبة غير عادية، فإن خلفيته كابن لمهاجرين من الجيل الأول إلى فرنسا تجعله لاعبا نموذجيا في الفريق الوطني الفرنسي. وفي واقع الأمر، فإن 17 من أصل الفريق الفرنسي المكون من 23 لاعبا الذين شاركوا في كأس العالم لهذا العام هم من أبناء مهاجرين من الجيل الأول. كما أن هناك فرقا أوروبية أخرى تمتلئ باللاعبين الموهوبين من أبناء المهاجرين أو من المهاجرين الجدد أنفسهم، وخاصة فرق سويسرا وبلجيكا. كان ذلك الفريق الفرنسي المشهور الذي حصل على كأس العالم في باريس في عام 1998 قد لفت الانتباه بتنوعه الثقافي أيضا. وفي ذلك الوقت قيل بلهجة انتصارية أن الألوان الفرنسية الثلاثة تحولت من الأبيض والأزرق والأحمر إلى الأسود والأبيض، وهو مصطلح أطلق على العرب المنحدرين من أصل شمالي أفريقي. خلال الاحتفالات التي أعقبت ذلك، أشاد القادة السياسيون الفرنسيون بانتصار الزرق كما يعرف الفريق الوطني، ليس باعتباره فوزاً في ملاعب الكرة فحسب، وإنما باعتباره انتصاراً للنموذج الفرنسي من التنوع والشمول. رغم انتهاء المونديال العالمي لكرة القدم، إلا أن أخباره ما تزال مستمرة. صحيفة البيان عنونت: الشغب يفسد احتفالات فرنسا بلقب المونديال، حيث استخدمت الشرطة الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود من الشانزليزيه عندما تحولت احتفالات بعض المشجعين إلى أعمال عنف. قالت قناة بي اف ام تي في إن العشرات من البلطجية اندسوا بين مئات الآلاف من المشجعين الذين تجمعوا في الشارع الفرنسي الشهير للاحتفال بفوز فرنسا ب4-2 على كرواتيا في نهائي كأس العالم. وأظهرت لقطات فيديو رجالا يرتدون الأعلام الفرنسية وهم يلقون بمقذوفات على الشرطة ونوافذ المتاجر، لكنهم تفرقوا بسرعة لتستمر الاحتفالات في منطقة أبعد من شارع الشانزليزيه بعد القرب أو بالقرب من ساحة الكونكورد. وقام عشرات من الشباب بنهب متجر شهير على جادة
شان الجيليزيه خلال احتفالات أو احتفال عشرات الألاف بإحراز لقب كأس العالم للمرة الثانية. ومن أجواء المونديال ومن فرنسا أيضا، لكن هذه المرة بأخبار إيجابية، حيث قررت العاصمة الفرنسية باريس إطلاق اسم المدرب ديديه ديتشان على محطة للقطارات أو لقطارات الأنفاق بعد الفوز المثير ببطولة كأس العالم لكرة القدم. ومع عودة الفريق صاحب القميص الأزرق إلى بلاده حاملا كأس العالم، قررت هيئة النقل في باريس تغيير أسماء 6 محطات للأنفاق تكريما لمن ساهموا في صنع هذا الفوز. وسيصبح الاسم الجديد لمحطة فيكتور هوغو هو فيكتور هوغو لوريس، تكريما لحارس المرمى وقائد الفريق الفائز. أما محطة بيرسي فسيصبح اسمها بيرسي لبلو، لتشابه بذلك ميرسي لبلو التي تعني شكرا للزرق. وفي نهاية ذلك الشارع الشهير جادة الشانزليزيه، استبدلوا محطة شار دي جول إيتول اسمها إلى أون آه دوز إيتو آل، التي تعني لدينا نجمتان، فيما يشير لفوز البلاد مرتين بكأس العالم. كنوع من الانتقام، يقول موقع شبكة البي بي سي إن مجموعة من القرويين في محمية بمقاطعة بابوا الغربية في أندونيسيا قتلت ما يقارب من 300 تمساح، وارتكبت هذه المذبحة انتقاما لرجل من سكان المقاطعة يعتقد أنه قتل في هجوم عليه لأحد الحيوانات بهذا الموقع. وقال المسؤولون والشرطة إنهم لم يتمكنوا من وقف الهجوم على الحيوانات، وربما يقومون الآن بتوجيه الاتهامات. ويعد قتل أنواع الحيوانات المحمية جريمة يعاقب عليها بالغرامة أو الحبس في أندونيسيا. هل كانت الديمقراطية هي حاملة كأس العالم؟ هكذا عنونت صحيفة القدس العربي افتتاحيتها والتي جاء فيها. في مثل هذه الأيام من العام 1944 احتشدت أرصفة شانزليزيه في قلب باريس بعشرات الآلاف من المواطنين الذين تقاطروا للاحتفال بتحرير العاصمة من الاحتلال النازي وتحية الجنرال ديغول الذي قطع الجادة الشهيرة سيرا على الأقدام. والتاريخ يسجل أن المناسبات الوطنية الفرنسية التي شهدت حشودا أكبر لم تكن نادرة فقط، بل تكاد تقتصر على احتفالين في الواقع، هما فوز فرنسا بكأس العالم في سنة 1998 وتكرار الفوز بالكأس هذه السنة أيضا. ولعل العنصر الأول الجدير بالاستذكار والتسجيل مجددا هو حقيقة أن منتخب كرة القدم الوطني الفرنسي كان في سنة 1998 متعدد الأعراق، يضم لاعبين من أصول مختلفة أشهرهم زين الدين زيدان الذي تعود أصول أسرته إلى الجزائر. وهذه السنة كان لاعب فرنسا 23 ينحدرون لجهة الأب أو الأم إلى الجزائر والمغرب وأنغولا والكونغو وغينيا والكاميرون ومالي وموريتانيا والسنغال وتوغو وغواديلوب والمارتينيك والفلبين وهايتي، بالإضافة إلى ألمانيا والبرتغال وإسبانيا. وقد يقول قائل إن هذا التعدد في الأعراق ليس سوى مآل طبيعي لتواريخ الاستعمار الفرنسي، ومعظم هؤلاء اللاعبين هم من أبناء المستعمرات السابقة وليس وجودهم في الفريق الوطني سوى تحصيل حاصل. وهذه خلاصة صحيحة من حيث الشكل، لكنها لا تعكس إلا بعدا واحدا من الحقائق الكثيرة في حكاية النجاح التي شهدتها كرة القدم الفرنسية خلال العقدين المنصرمين. وقد تكون الحقيقة الأهم هي أن الديمقراطية الفرنسية وأيا كانت المظان ضدها نجحت في إعلاء شأن القيم الجمهورية وحقوق المواطن وحس الانتماء الوطني بمعزل عن تناحر الهويات وصدام الأصول. أحداث العالم تلك البارزة منها تحديدا عادة ما توثقها عدسات كاميرات مصوري الديلي تلغراف، وكالعادة أيضا ننقلها لكم في جولتنا المصورة لهذا اليوم، نتابع.
ونتابع أيضا أبرز ما عبر عنه فنانو الكاريكاتير هذا اليوم وقد نشرت في عدد من الصحف. وبهذه الصور الكاريكاتورية المعبرة وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نترككم في أمان الله.